لي يا ريت تخش لي حاجه ومن غير ما تتكسف فيها، يعني الى مؤاخذه يعني ما شافوهمش وما بيسرقوا، شافوهم وما بيقسموا. مشكله شهرزاد بقى ان هم بيشوفوها دايما وهي بتسرق. بجد والله مع احترامي يعني للشيف الجزائريه، بس الشيف الجزائريه عندها شويه مشاكل الفتره او السنوات الاخيره، ان هي اي حاجه بتشوفها في المغرب بتعجب بيها بترجع الجزائر تقول البتاعه دي بتاعتنا. بتاعتك منين يا حاجه؟ بتاعتنا. لا مؤاخذه بقى عندنا صناعه فخار وبيصنعوا الطاجين، صديق الطاجين ده قال لك بيصنعوه في الجزائر. مش دي المشكله، المشكله انه صناع هذا الطاجين اصلا قالوا ان ده بيتصنع في الجزائر اه ولكنه مغربي. بجد اه والله قالت لك ده طاجين جزائري. جزائري منين يا حاجه؟ اذا كان اللي بيعملوه نفسهم بيعترفوا ان هو مغربي. لا هو طلبت معايا يبقى جزائري. خش يا ما خش حاله تستاهل. احدث سؤال واحد، نكتشفوا صناعه الفخار في الجزائر، ليس اليوم حرفيه في الفخار وبصمة الفخار، وانا فخوره جدا باني اقدم لكم هذه الحفله اليوم. مصر يعني ما زالوا يخدموا الفخار في الجزائر، وفخار بكاليتي كاليتي سوبيريور بلان دو برودوي كي اكزيست، وخصوصا المخشى عليه والخدمه اللي عليه اللي تكون طريقه يدويه. الشبرا عقلانيه. حقهم كثير من البهارات، محلات البهارات السوق مجلس مدنيين جنب الحدود. طبعا المغاربه بقى صاحبي جابوا لها الحاجات دي وقالوا لها معلش احنا محتاجين نفكرك، الفخار ده والدنيا دي بتاعت الفخار والدنيا بتاعت التواجد دي عامله ازاي؟ انتوا نفسكم في الاسواق بتاعتكم بتعترفوا ان هذا الطاجن مغربي، فازاي لما مؤاخذه انت عايز تسويه على ان هو جزائري؟ برضه ربنا يعرفه بالعقل. اذا كان الناس عندك في فيديوهات قديمه زي مثلا فيديوهات جو، فيديوهات اليوتيوبر الاردني جو اللي كان بيتكلم فيها على قصه قال طاجن مغربي، قال طاجن موري، طاجن هي اصلا عباره عن هذا شايفين هاي اللي زي الكدره شكلها، بس هي ما هي كدره، هي اسمها طاجين. حظك وحش. بالك جو سوي سان كي افي لو بلوس دو طاجين اي سورتو سو دو لويست دو تاع الغرب الجزائري. روح شوف طاجين. استاذ المشكلة اصلا ان الغرب الجزائري هو اصلا بيعترف ان هو جايب حاجات من المغرب، يعني هي دي المشكلة عند حضرتك. حضرتك دايما يعني بتتكلمي على الغرب الجزائري، والغرب الجزائري اصلا كل الحاجات اللي بيكون جايبها والحاجات دايما اللي بيعملها تشبيها للمغاربة، وهي دي واحدة من اكبر المشاكل اللي حضرتك بتقعي فيها. اللي هو ليه تروح المغرب واحنا ممكن نجيب لك المغرب لحد عندك؟ كوم طنجية هي مختصة بها مدينة مراكش، وحنا نديروها هنايا في هذا الريستوران. بون توت سورت دو تاجين، ونرحبوا بكاع الناس اللي جايين من كل البلاد اللي كانوا يبغوا يروحوا للمغرب ما عندهمش لي موايان باش يروحوا للمغرب، نقولوا لهم باللي المغرب جبناها لكم الجزائر. ضربي عاود اللحظة كانوا يبغوا يروحوا للمغرب ما عندهمش لي موايان باش يروحوا للمغرب، نقولوا لهم باللي المغرب جبناها لكم الجزائر. ليه حضرتك تروح المغرب واحنا اصلا ممكن نجيب لك المغرب لحد عندك؟ اه والله ليه حضرتك ممكن تروح المغرب واحنا ممكن نجيب لك المغرب دليفري؟ ايه المشكله؟ هنجيب لك لبس المغاربه، هنجيب لك اكل المغاربه، هنجيب لك حياه المغاربه، هنجيب لك كل حاجه عن المغاربه، وهنقول لك ان الحاجات دي بتاعتنا. واه والله العظيم يا صديق العزيز انت متخيل ان الحاجات دي صعبه علينا؟ لا والله. ليه تفكر تروح المغرب واحنا ممكن نجيب لك المغرب لحد عندك؟ وطبعا طنطك شهرزاد قررت ان هي تجيب لك المغرب لحد عندك. لا مؤاخذه يعني طواجيننا موجوده معاك يا باشا ولا يهمك، لبس المغاربه عادي يا باشا ولا يهمك، ما هو كله موجود يا باشا، افتح بس الشنطه هتلاقيه موجود، افتح جوه هتلاقي كل حاجه موجوده، الاكل هتلاقيه موجود، اكل مغربي هيتقال ان هو جزائري عادي جدا، لبس مغربي هيتقال ان هو جزائري عادي جدا، ما فيش اي مشكله. الطنجيه المراكشيه شوف اسمها المراكشيه هنخليها جزائريه، الطاجن اللي معروف ان هو مغربي هنخليه جزائري، معلش كفتان اللي معروف ان هو مغربي هنخليه جزائري، سهله. طاجن حمي روحك. اه والله كيف يا بابا؟ شهرزاد مقتنعه باللي هي بتعمله بجد، زي دكتور البهايم هو مقتنع انه بيقدم تاريخ. والله حلوه هذيك الزينه هذيك الزينه دكتور بنتنا بزاف بزاف ان شاء الله حبيت تشربوه وديش من الباجيتي معاك وغادي يكون ويلي بو ما يكونش غادي اخر شيء ان شاء الله وحده باش نديرو نفس الحاجه هذا اللي فيه كيف بخط تنزل كيف بخط تنزل معروف مني يوم في الفيصل على الاخر. مرحبا بكم هاد النفعي طارد 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 بكم هاد النفع
مغنية معروفة بليزي بليز لخاطر منطقة حدودية مع المغرب. ايش الدراك؟ الفيديو ده، الفيديو ده المغاربة افضلوا يوروه لهم على طول. الفيديو ده فاكره بتاع الجوبرز الاردني اللي كان بيصور على حدود ما بين المغرب والجزائر، فاكر انت الحاجات دي؟ عشان شهرزاد كل ما تنزل يقول لك ايه، اصل احنا بنجيب من الغرب الجزائري على اساس يعني ان هي بتجيب من بيرو. ايه ده؟ في اطار ذلك مدينة، في اطار بيت المقدس مدينة مغنية. مغنية معروفة ديزي بليز لخاطر منطقة حدودية مع المغرب. مغنية معروفة ديزي بليز لخاطر منطقة حدودية مع المغرب. ايوه يا باشا دراك مليح. منطقة حدودية مع المغرب؟ اعرف ان فيها دلع وفيها توابل. Prepariamo uno dei piatti più leggeri della cucina marocchina, il tagine di pollo, limone e olive, una vera esperienza gustativa assolutamente da non perdere. Da tagine del Maghreb ya abnami, اللي شهرزاد من اول الفيديو عماله تحلف لك ان ده يا باشا طاجن جزائري واحنا عاملينه عندنا. Il limone in salamoia sotto sale alla marocchina, se non ce l'hai usa succo di limone. دي تقريبا برازيليه. Gli aglio grattugiati e a questi ingredienti aggiungi le spezie, zenzero, curcuma, pepe, sale, che stigmano il zafferano sciolto in acqua calda. Zafferano, curcuma. عليك من الهندوستان دمك تقيل يا المصري. شكرا. يا مؤاخذه يا شهرزاد، اذا كان الاجانب نفسهم بيعترفوا ان هذا طاجن مغربي وان الفخار ده والطواجن دي مغربيه، حضرتك عايزه تقنعينا ان الست الجزائريه بالصدفه البحته عملتها بنفس النقوش وعملته بنفس الشكل؟ يا حاجة مش للدرجة دي يا حاجة، استحمري الناس بس يعني مش للدرجة دي، الموضوع كده اوفر قوي بجد يا طنط شهرزاد، وشكلك بقى وحش قوي لان الفيديوهات القديمة بتفضح الحاجات دي، الفيديوهات القديمة بتفضح الحاجات دي، فبالله عليكي يعني كفاية عبط بقى عشان اللي انت بتعمليه ده، احنا كده عدينا مرحلة التراث وعدينا مرحلة الاكل والشرب ووصلنا لمرحلة العبط بجد والله. فقصة ان انت يعني تحاولي ان انت تكتبي تاريخ زيك زي دكتور البهايم على مزاجكم، ما فيش حد يسمح لك بالعبط ده، شكلك هيبقى وحش والناس تقعد تتريق عليكي. هيحسسوكي ان انت بطلة ومجاهدة ومناضلة، مع ان الحقيقة ان الناس بتضحك عليكي. والله، وكان في ياما ناس زيك كتير حاولوا يزيفوا تاريخ وفي الاخر خدوا على قفاهم، وده اللي هيحصل معاكي يا استاذه شهرزاد. فبالله عليكي بقى ارحمينا بقى وبطلي خنشله وبطلي سرقه، عشان انت حراميه هبله وعبيطه ودايما بتتقفشي عشان غبيه. انا عايز غبيه حراميه هبله ودايما